بدنا نجدد صباح لك الحدا انضم لنا، وهلا وصلنا لاولى محاورنا اللي رح نحكي فيها عن العيد ومعاني العيد. يعني نحن كثير من الامنيات يعني بتتملكنا بفتره من الفترات، وخصوصا بفتره الاحتفالات، لكن هيدي الامنيات وهيدا الحلم وهيدي الانتصارات اللي عم نشوفها خلال فتره السنه، يعني نحن ما بدنا بفتره من الفترات انه يكون فعلا امانينا تكون وليده لحظه، لا، نحن رح يكون لنا زاد خلال السنه. كيف نحن بنخطط لنحقق هذه الأمنيات؟ كيف فينا نحن نسعى لتحقيق أمنياتنا ضمن فترة العيد لتكون زاد خلال أيدي السنة؟ بيسعدنا يكون معنا بهيدا المحور الأستاذ نعيم علي ميا الكاتب والشاعر. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ نعيم، كل عام وانت بخير. صباح الخير، كل عام وانت بخير. أول شيء صباح الفرح، دائما الأعياد بتتسم بالفرح، بالمحبة، بالأمنيات اللي دائما نحن مثل ما قالت ريم، ربما لو كانت وليدة لحظة ولكن هي موجودة بالأعياد وبتنوجد. خلينا نحكي بداية أستاذ نعيم، يعني معاني العيد. هلا في البداية طبعا كل عام وأنتم بخير، والمركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية بكادريه الإداري والفني كمان بألف خير، والوطن والجميع بألف ألف ألف خير. طبعا لا يخفى على أحد العيد، العيد يرتبط بالفرح، لكن البحث ليس فقط في العيد، البحث من يدخل إلى قلب الفرح، من هو الذي يدخل إلى قلب هذا الفرح، من هو الذي يعطيني هذه الشفرة الخاصة بمعنى السعادة والنشوة؟ هل هو الأخ؟ هل هي الحبيبة؟ هل هو الابن؟ هل هو النجاح؟ هل هو الانتصار؟ هل هو اللقاء؟ كل هذه الأشياء تصب في خانة ماذا تحت عنوان نسميه عيد، أي بمعنى نحن نشعر بالسعادة، أي بمعنى كما تحدثت الأستاذة ريم على أن هذه الأمنيات لا نريد أن تكون وليدة، بمعنى أنها ليست مولودة لحظة. وهذا الكلام ينطبق، وأنا أشكر الأستاذة ريم على استخدامها لهذه المفردة. الأمنيات موجودة في رحم الإنسان، في حياته، رحم الذاكرة، رحم الحياة، رحم الأيام، كل هذا الأمر موجود في حياة الإنسان. عندما تأتي اللحظة المناسبة بلقاء شخص ما، بنجاح، بتحقيق هدف ما أو غاية ما أو مناسبة ما، فتخرج هذه الأمنيات، تخرج هذه الأشياء كالبركان الذي لا يعطينا ميعاد فجأة، وكذلك الأفراح تخرج فجأة بلقاء. ولكن ما أجمل اللقاء عندما يكون بعيد عن الكلام، يعني يعبر الإنسان من خلال أسارير الوجه، من خلال هذه التعبيرات الشكلانية، هذا يعطينا هذا الفرح. ولذلك نحن نقتبس من الطبيعة، عندما نقول أن قوس قزح يشير إلى الفرح، يشير إلى الحياة، لا يعبر عن شيء، هو لون صامت، لكنه يضفي على ماذا؟ عمل الجذب للفرح، يجذب، لذلك نحن نشعر هذا. ومعاني العيد هي معاني كثيرة أستاذي لارا، أستاذي ريم. المعنى لا يرتبط لا بزمان ولا بمكان ولا بجغرافيا ولا بتقييد نهائيا، هو يرتبط بماذا؟ بما نمتلك من مشاعر وأحاسيس. والإنسان مجبول على المحبة، لأن الإنسان هو ابن المحبة. صحيح. عندما الله أحب نفسه فخلق الإنسان، وأراد أن يعمر الأرض بماذا؟ بخليفته على أرضه، فكان هذا الإنسان الذي هو جزء من الله، أي بمعنى أن الإنسان هو حقيقة مكون تكوين إلهي. والتكوين الإلهي أستاذي ريم، أستاذي لارا، لا يمكن إلا أن يكون قائم على ماذا؟ على الفرح، على السعادة. ولكن أشارت أستاذي لارا وأستاذي ريم، أشرتما إلى موضوع الأمنيات المستقبلية. حقيقة هو لا يمكن لنا أن نقول إلا في كل لحظة نتمنى لما بعد هذه اللحظة. أي بمعنى أن الأمنيات لا يمكن أن تموت، وهذا بدوره يشير إلى ماذا؟ إلى أن العيد منظور دائما وهو مأمول، أي بمعنى منظور ومأمول. وهذا الأمر يعيدني إلى موضوع العيد، والعيد من العادة والإعادة، والإعادة أي أعاد لي الفرح. عندما أنا ألتقي هذا الإنسان بعد غياب أعادني إلى لحظة اللقاء الأخير ما قبل هذه اللحظة. صحيح. طيب أستاذة نعيم، في كثير من الأشخاص يعني عم بيحاولوا بأي فرصة أنه فعلا يعيشوا الفرحة، يقتنصوا الفرصة، بيقولوا لك يعني ساعة الفرح اقتنصوها وساعة الحزن دائما نحن لاحقين عليها. هلأ إذا بدنا نحكي عن الفرق
بين الأيام الماضي والأيام الحاضر والمستقبل، يعني دائما مثل ما تفضلت وقلت حضرتك أنه فعلا نظرتنا دائما للمستقبل، نحن عم نعيش الفرح، ولكن هل المستقبل كمان رح يعيشنا هيدا الفرح؟ دائما في تخوف عند الإنسان أو أمنيات، هيدي الأمنيات أنه فعلا يعيش الفرح ليس فقط بالحاضر كمان بالمستقبل. إذا الفرق بين العيد بين الماضي والحاضر والمستقبل. هلأ في البداية أستاذ ريم، خلينا نحن نربط اللحظة بالحالة عندما نعيش فرح، تمام؟ في هذه اللحظة نحن نسقط كل ونوظف كل ما نملك ملكاتنا، تمام، ما وحتى كل ما نمتلك لخدمة هذه اللحظة، لخدمة هذا العيد، تمام، من فقر حتى لو كنا فقراء، لكن هذا الفقر لا يمنعنا من الفرح نهائيا، وحتى الظروف التي نعيشها لا تمنعنا من الفرح، بدليل على أننا ننطلق من الماضي نحو المستقبل، أي نحو الأمل. وأنا قلت من شوي أن العيد هو ليس فقط منظور، وهو مأمول أيضا، بمعنى أنه الفرح بين الماضي والحاضر والتطلع نحو المستقبل هو ليس فقط في الشعور، هو في توظيف الإمكانات، أي بمعنى أن الطفل الصغير استاذي لرا، حتى الطفل الصغير الذي لا يعرف معاني العيد العاد الكثيرة والمتجلية في تفصيلات الحياة اليومية الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره، لا يدرك هذا الأمر، يدرك اللعب فقط أو لباس جديد أو تسريحة شعر جديدة إلى آخره، لكنه يشعر بماذا؟ بالفرح والسعادة. وكذلك الكبير، إذن هالمفهوم هو مفهوم مرتبط بحالة معينة، هذا الفقير أو هذا اليتيم أو هذا المشرد أو هذا الضائع أو هذا الكذا، أيا كانت الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الإنسان، لا تقف حائل بينه وبين الفرح. هذا ما كانت تعيشه الأمة العربية فيما مضى من حالات فقر، ونعرف المجتمعات كانت فقيرة وليست كما هي الآن في وفرة من حياتها المادية الاجتماعية الاقتصادية، وإن كنا نتطلع إلى وفرة أكثر، لكن في الماضي توفرت كل أسباب الفرح فعاشوا الفرح والعيد، والآن نحن اختلفت الأدوات لكن المعاني ظلت باقية كما هي والتطلع إلى المستقبل يعني أن ماذا؟ أن نطور أدوات الفرح. بمعنى أستاذي لارا، في السابق كنا نقتصر في احتفالاتنا بالعيد على ماذا؟ على الأقارب والقربة والقريبين حقيقة، يعني هذون كنا نحن نزورهم يزورونا. الآن بتوفر أسباب التنقل الأسهل، السيارة الخاصة، وسائل النقل المتعددة الكثيرة، أصبحت توفر لنا الذهاب إلى محافظة أخرى أو إلى قرية أخرى أو إلى مكان آخر، لكن ليس كان بمقدورنا فيما مضى أن نقوم بهذه الرحلات، إضافة إلى ماذا؟ إلى وجود وسائل التواصل الإنترنت تماما، الاجتماعي والفيسبوك وإلى آخره، استطاع ماذا؟ أن يقرب المسافة، وهذا معنى من معاني العيد الجميلة، يعني بمعنى أنه نحن نقترب من بعضنا ونقرب ونشارك بعضنا بعض. لذلك بين الماضي والحاضر والمستقبل أستاذ ريم، لا يتغير الفرح ولكن يتغير ماذا؟ تغير الأدوات أو التوظيفات فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب هون كيف فينا نبرمج مثلا؟ في كثير من الأشخاص بيقولوا لك لا، نحن عم نعيش حالة ما، عم نعيش وضع ما، حتى لو كان يعني اتصال زيارة بسيطة، كيف نحن نبرمج هيدي العقول أنه فعلا ونعيش إحياء الفرح لدى هدول الأشخاص؟ هلا في استاذ ريم، المشكله ليست في مشكله العيد ولا مشكلتنا، المشكله تكمن في الشخص تماما، تكمن في شخص، ان شخص لا يريد ان يعيش. الحياه تحتاج الى ماذا؟ الى تجاوز عقبات، وهذه العقبات موجوده في حياتنا شئنا ام ابينا، مهما كانت صغيره او كبيره، او حتى على كافه المستويات العمريه، الفئويه، الشرائحيه، العلميه، التعلميه، الاجتماعيه، كل هذه فئويه موجوده في المجتمعات. ولكن ان يقول هذا الانسان انني انا اعاني من، لا، حتى المريض في المشفى وتمر عليه العيد يامل ماذا؟ ان يكون العيد القادم في منزله، اذا ينظر الى الامل في امل. لا يمكن لنا ان نقول ان هذا الانسان يجب عليه ان يعيش حاله من السوداوية أو التشاؤمية أو الانطوائية، أو لا يمكن، وإلا كان في عداد الذين لا نريد أن نتحدث عنهم في هذه الأيام الجميلة والأعياد الجميلة حقيقة. يعني اسمح لي استاذ نعيم، نوهت حضرتك على موضوعين كثير مهمين، هن مرتبطين بشكل كثير وثيق مع بعضهم.
انه رغم الاوضاع الماديه اللي ممكن يكون عم بيعاني منها الشخص، حتى لو قلنا انه كلمه فقر يعني اذا عبرنا عنها، ولكن التواجد ضمن مجموعه ضمن مجتمع واحد، هيدي اللقاءات اللي بتصير بقلب الاعياد لو كانت بسيطه قد ايه ممكن هي تخلق لنا جو من السعاده ومن الفرح. يعني نحن اليوم نعرف ان وسائل التواصل الاجتماعي فتحت لنا ابواب للتواصل مع ابعد الاشخاص باي مكان، ولكن تبقى هيدي الالفه اللي ذكرتها بالوجوه بدون كلام اثناء الاجتماعات، قد ايه هي ضروريه نحن اليوم نحييها بامكانيات بسيطه، بمائده بسيطه، بتفاصيل بسيطه ربما تعيد الفرح الحقيقي فعلا لكل شخص. تماما استاذي لارا، انا اشكرك على هذا التسليط الضوء على هذه الفكره وربط المعنوي العيد بالمعنى، يعني وليس بالماده طبعا. ولكن اذا كانت الماده المقصوده هي الاجتماع الشخص المادي اي المادي المحسوس الملموس، هذا نحن معه. هذا الامر كثير، يعني نحن ذكرنا انه الفرح بالاشخاص اكثر ما الفرح بالادوات، يعني طبعا طبعا بالأشخاص. لا يمكن يعني استاذي لارا وانت سيده العارفين، انت والسيد ديرين، يعني عندما نلتقي بالاشخاص لا يعنينا المكان، صح، يعنينا الانسان الذي يملا هذا المكان، صحيح، فيضيف الى ذاك الزمان معنى من معاني الفرح. إذا كان هذا الإنسان يجتمع في منزلي، عندما نحن يعني نحن نعرف والجميع يعرف، نحن المجتمع السوري مجتمع متآلف، مجتمع اجتماعي محب، وحتى ينطلق ويتمسك بمفهوم الأسرة. نحن ننطلق في المجتمعات السوري تحديدا والعربي بشكل عام من خلية أولى وأولية هي الأسرة. هذه الأسرة التي تتمثل بماذا؟ ببيت الجد والجدة حقيقة. لذلك نلاحظ استاذي ريم الآن عندما نسير في الشوارع ونرى الأطفال ونرى الكثير وكأنهم ينابيع تجري تماما لتصب في بحر ماذا؟ في بحر الأسرة. نعم، إذا منزل الأم إلى منزل الأب إلى منزل الجد والجدة، الجدة أو الجد هذا الرجل العجوز أو هذه المرأة العجوزة التي لن تستطيع أن تقدم كما كانت تقدم من سنوات عشر بسبب تقدم العمر، ولكنها ترسم الابتسامة بهذا اللقاء بصباح بضم بإرسال الحنان بضم الأبناء بتقبيلها للأحفاد، تحصد هذا العطاء. هذا الأمر استاذي لارا لا يمكن لهذا الطفل أو لهذه الزوجة الابن أو هذا الزوج الابنة أن ينسى هذه اللحظة كيف استقبلتنا تلك العجوز أو ذاك الرجل العجوز في بكثير من المحبة والمودة. هذا الأمر استاذي حقيقة يعطيني إشارة بسيطة جدا إلى أهمية روائح الورد. اجتماع الأسرة في منزل الجد والجدة يذكرني بالورد بمعنى بسيط سأمثله لك استاذي لارا. غبي وساذج، كل من يذهب إلى بستان الورود فيقطف الورد طمعا برائحته، صح. هذا إنسان غبي جدا جدا. الذكي هو الذي يمتع ناظريه، ليس فقط ناظريه، وأنفه وحاسة الشم بأن يمتلئ ويمتلك رائحة الورد في صدره، لأن عندما نحن نقطف الورد نقطف الرائحة وتموت الوردة وتموت الرائحة، صح. ولكن عندما نملأ صدورنا وأنوفنا وناظرينا وعيوننا بهذه الجمالية الموجودة في الورد نعبئ أنفسنا بماذا؟ بالطاقة الإيجابية، وهذا ما أشرت إليه وربطت مع ماذا؟ مع ذهاب الأسرة، ذهاب الأسرة تماما، ذهاب الأسرة إلى بيت الجدة هو هذه الوردة، هو رائحة الوردة التي لا يمكن أن نقطفها. يعني بمعنى أستاذي العجوز الجدة أو الجد مركز العائلة في البيت، الجميع يجي الطير يحط إلى 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 الفنن، يحط إلى 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 عشه، يأتي إلى هذا البيت الذي هو في مركز الجد أو الجدة تماما، لا يأتي أخذ الجد والجدة. يعني شوفي أستاذي لارا، بعض الأهالي بياخذوا مثلا أنه الجد أو الجدة خذونا أنا بالعيد، لا يشعر الجميع بالفرح إلا عندما يذهبون إلى ماذا؟ إلى تلك المركزية، مركزية الجد والجدة. لماذا؟ لأنها ترتبط كما أشارت أستاذي ريم بالماضي. لماذا الماضي؟ الماضي أستاذي ريم أستاذي لارا في سر وسحر، السر والسحر بالماضي موجود في التفصيلات، هذه التفصيلات القائمة على البراءة، على المحبة، على المودة، دون الدخول في تعقيدات وتشعبات وتشابكات الحياة اليومية. الآن نحن متزوجون، نحن الآن في كل منا في منزله، مشغول بأسرته كذا إلى آخره، لكن عندما نجتمع كأخوة كأبناء كأحفاد
تلتغي كل هذه الانشغالات ونعود صحيح. دائما الحديث يكون عن الماضي الماضي هون الماضي. هون السؤال استاذ نعيم، يعني في صور دائما بتكون راسخه باذهاننا ويعني وبتفتح لنا ابواب الذاكره بهيدي الفتره كونه فتره اعياد. اذا بدنا نحكي عن اهم الصور بالذاكره المشتركه اللي كنت تعيشها انت بتفاصيلها، سواء كان امنيه سواء كان مثلا زياره مثل ما تفضلت للجد للجده، هيدي الصور قد ايه فعلا بتعطي دافع لتكون باب انه تولدها هيدي للاحفاد للاقارب للاشخاص المعنيين بحياتنا. ايه بالضبط استاذي ريم، انا بدي اشكرك مره ثانيه على التركيز على مفهوم الصوره. وانا بدي انطلق لمفهوم ثاني واجي معك بنفس الفكره، انه نحن لازم نشتغل على مفهوم صناعه المستقبل، كتابه المستقبل. استاذي لارا، كيف نصنع المستقبل وكيف نبني المستقبل وكيف نجعل المستقبل دفتر بين ايدينا؟ كيف في مرحله من المراحل نحن قادرون على صنع الفرح، في مرحلة من المراحل نحن قادرون على المشاركة بالفرح. نحن نفرح، لكن في مرحلة من المراحل نفرح ونشارك لكننا لا نقوم بممارسات الفرح، بطقوس الفرح، أي بمعنى لا نملك القدرة على الذهاب إلى مكان معين، لا نملك القدرة على المشاركة، قد تكون في مثلا في رقص، في فرح، في مشاركة، لا نقوى، لكن نشارك بالشعور. كيف يكون هذا الأمر؟ يكون عندما نحن الآن نصنع هذا الفرح ونوثقه عبر الصورة. هذه الصورة سواء كانت صورة مكتوبة أو صورة مرسومة أو صورة مسموعة أو صورة مصورة كتصوير تجميد لحظة، وسأقف عند تجميد اللحظة وأنطلق منها إلى تحريك الصورة تماما. أن كيف لي عندما أنا أكبر في العمر وأصبح في الخمسينيات ستينات من العمر أو سبعينات سأعود إلى دفتر ذكرياتي، هذا الماضي الذي كان أنا كنت أبنيه في ماض ليكون لي مستقبل، في هذه اللحظة الآن من المستقبل أنا أعيد الفرح عبر هذه الصورة عند تجميد الصورة. استاذي لارا، عندما أنا آتي ويكون أحد الأصدقاء أو الزملاء أو الأقرباء يصور جمعة العائلة في صورة جماعية عائلية، هو في لحظة ما يعمل على تجميد اللحظة في كل شيء كصورة جامدة، الحركة جامدة، بأي حركة كانت، هي حركة هي لا حركة، هي سكون، هي ثبات. لكن عندما أنا بعد فترة من الزمن أستعيد دفتر ذكرياتي وأعود إلى تلك الصور، أشعر بالفرح وأشعر بأن هذه الصورة الجامدة تحرك في الذكريات، فتتحول من صورة جامدة إلى ذاكرة حية حيوية تعود بي إلى تفصيلات الفرح، فأستذكر أستاذي لارا كل تفصيل صغير، وهنا مكمن الفرح أستاذي ريم. لا يمكن للفرح أن يكون إلا كاملا وتاما، ولا يكون التمام والكمال إلا بالدخول إلى التفاصيل، ولا تكون هذه التفاصيل إلا من خلال المتابعة، ولا تأتي إلى المتابعة إلا من محب، ولا يكون لهذا المحب إلا أن يمتلك الفرح. صحيح. وهيدا كتير جميل، وخاصة إذا كانت هذه الصورة الساكنة تمت يعني بتحتوي بمضمون أشخاص ربما بعدنا الوقت عنهم عبر السنين، فنفتح باب الأعياد هلأ للتسامح، للعودة، لإعادة هيدي العلاقات. بجوز في أشخاص نشوفهم بصور مثل ما قلت أستاذ من 5-6 سنين ما سهرنا معهم أو ما عدنا معهم، قدي حلو نحن اليوم نرجع نعيد هيدي العلاقات، نرجع نحن نعيد هيدي الأواصل اللي ربما إن كانت ظروف أو خلافات أو أي كان هو اللي بعد عنا، وخاصة إذا كانت مرتبطة بصور وذكريات. هلأ هو لك شغلة أستاذي لارا، يعني أتمنى أن يعود لم شمل المجتمع السوري كما كان وأكثر مما كان، حقيقة لا نريد فقط كما كان بل أكثر مما كان. صحيح. أن يعود. الظروف الاجتماعية، ظروف الحرب في كل دول العالم، في كل مناطق العالم، جغرافيا العالم، الأماكن التي تعيش حالة حرب تعيش هذا القطع حقيقة وهذا الألم الذي نعيشه، ولكن حقيقة يجب علينا أن نمتلك ثقافة القدرة على التواصل، القدرة على التسامح، القدرة على التجاوز، وإلا لا يمكن لنا أن نحيا. في مثال بسيط أستاذي لارا، عندما يأتي الحطاب ليجتز شجرة تمام ويقطع هذه الشجرة،
لكن هذه شجرة تصر على ماذا؟ على أن تريد الحياة فتنبت لو ورقة صغيرة جدا جدا. القدرة على الحياة شعور جميل، وإرادة، القدرة على الحياة إرادة قبل أن يكون ذلك. وجميل جدا أن نحيا وأن نعيد إلى أنفسنا، وكلنا خطاؤون، وكلنا صحيح. وكلنا خطاؤون، وكلنا مذنبون، وكلنا ضعفاء. حقيقة أستاذ ريم، نحن ضعفاء أمام الحياة أقوياء بها. نحن ضعفاء أمام الحياة، لأن الحياة تحمل لنا كثير من الأشياء، ولكن هي التي تجعلنا نقوى. لماذا؟ لأن تفصيلات ما في هذه الحياة من أصدقاء، من أحبة، من أقرباء، من معارف، من محيط، كل هذا الأمر يجعلني قويا بهم، لكنها قوية علي عندما أصبح منفردا. لذلك نحن لابد أن نعمل على لم شمل بعضنا مرة أخرى، وأن نكون على مسافة جدا قريبة. لماذا؟ لكي نتمكن من صنع الأشياء الجميلة. لا يمكن لأحد أن يصنع شيئا جميلا بمفرده استاذيرين. صح. الفرح يحتاج إلى جمعة وجماعة، والعيد يحتاج إلى جمعة وجماعة، وكل شيء إيجابي يحتاج إلى الحزن فردي، وأبعد الله عنا جميعا الحزن، لكن الفرح جماعي جماعة. ويشاركنا. وحتى أستاذي ريم، أستاذي لارا، في بسيط، تعبير بسيط جدا، الفرح نحن ندعو إليه المحبين. في فرحنا ندعو المحبين الذين هم يضيفون إلى فرحنا فرحا. بمعنى أستاذي ريم، أستاذي لارا، شوفي بأي مناسبة من المناسبات نحن عندنا، وليكن عيد ميلاد أو نجاح أو فرح أو أي شيء، من نقي أسماء أشخاص بدهم يجوا لعنا ندعوهم. لماذا؟ لأنهم يبعثوا الفرح، فرح على فرح. صحيح. هم فرح على فرح. لذلك هذا الأمر، أي بمعنى، يكمن العيد ليس فقط في الشعور، لكنه في الأدوات. في الأدوات. صحيح. أستاذ نعيم، يعني بالإضافة للأشخاص اللي عم بيبعثوا الفرح، ونحن دائما بنكون شريكين بهيدا الفرح، كمان للأدب كان له دور كبير إنه يوثق معاني الفرح، سواء كان بالماضي والحاضر، من خلال صور، وهيدي الصور نحن عم نستذكرها وعم بنحركها بالوقت اللي بدنا إياه. هيدا الشيء قديه كمان مهم، إنه نعطي كمان طابع إنه للفرح عيد الترجم من قبل الأدب، من خلال كلمة، من خلال ديوان، من خلال شعر. شو بتحب تضيف بهذا الموضوع؟ أول شيء شكرا أستاذي ريم، أستاذي لارا، شكرا لها الإضاءة على أن دور الأدب هو دور له باع طويل ودور كبير جدا جدا، ليس فقط في موضوع العيد، ولكن في توثيق الحياة الاجتماعية تماما. وكان سابقا أن العرب تقوم عن الشعر أنه ديوان العرب، والآن يقولون عن الرواية هي ديوان العرب في القرن العشرين، وهكذا نتحدث عن الأدب. لكن جمالية الأدب أستاذي لارا، أستاذي ريم، تكمن هذه الجمالية في أنه يبحث عن الفن الجمالي الممكن، الفني والجمالي الممكن، أي بمعنى عندما يعمل على تثمير كل موجودات الطبيعة لخلق صورة جميلة. الأديب ماذا يفعل؟ يأتي إلى الأشياء الموجودة في الطبيعة، يجمعها ضمن باقة أو طاقة جميلة، متناسقة الألوان، متناسقة التعبيرات، متناسقة الأشكال، ويقدمها على طبق الفرح لمن يريد أن يفرح للقائه. صور الأدب، صور العيد كانت في الأدب عبر التاريخ ترمز إلى ماذا؟ إلى الألفة. لم نرى ولن نرى صورة العيد إلا فيها فرح، فيها جمعة، فيها تسامح كما تحدثت أستاذ زلارة، فيها البهجة، فيها الترقب، فيها التطلع، فيها العودة إلى حضن الوطن، العودة إلى حضن الأم، العودة إلى الأخت، إلى الأخ، كل هذا الأمر، التجاوز، التسامح، يعني كل هذا الأمر كان في الأدب يصورها لنا، سواء كان مثل ما حكت الأستاذ ريم، سواء كانت بالصورة أو الكلمة، يعني عبر المسلسلات أو هي، دائما يجمع الأصدقاء والأحبة. فنرى أن التركيز في الأدب كان على بموضوع العيد تحديدا، أستاذ ريم، أستاذ لارا، على الطفولة. الطفولة هي عيد لنا في حياتنا، وهي عيد لنا في المستقبل، وهي الذي يعيد إلينا الشباب بعد أن نعجز. الطفولة عندما يكبر هذا الطفل هو الأمل الذي نحن نزرعه، هو الأمل الذي نريد أن نحصده، هو الأمل والمستند الذي نريد أن نتكئ عليه عندما نكبر. لذلك دائما تركيز الأدب كان على العيد، على الأطفال، الطفولة، وركزوا كثير على موضوع فرح الاجتماعي،
الفرح الاجتماعي وعبر القصص الاجتماعية والحكاية والأمانة. الأدب العربي خصوصاً. الأدب العربي حقيقة ليس غنيا بموضوع الحكاية الشعبية يعني بالمفهوم الشعبي. هناك حكايات نعم حكايات بين الناس، ولكن كتوثيق حكاية شعبية ليس موجود كحكاية شعبية. لكن استطاعت الإعلام حقيقة وبالتحديد التلفزيون السوري تماما، وطبعا لا نغفل التلفزيونات الأخرى، بل استطاع التلفزيون السوري أن يوثق موضوع الحكاية الشعبية بطريقة بسيطة، أن ينقل الواقع تماما كما كان في المنزل، ولكنه لا يحاكيه، يتطلع إلى ماذا؟ أي بمعنى أنه لا يقلد الواقع، لكن أنه يعمل على تطوير هذا الواقع. لذلك نرى في التلفزيون السوري عبر المسلسلات حكواتي ذات الطابع الاجتماعي البيئي المكاني، سواء البيئة الساحلية، البيئة الدمشقية القديمة، البيئة الحلبية، البيئة الجزراوية، المنطقة الشرقية. كان تركيز على ماذا؟ على تلك الأم التي تهيئ نفسها للعيد. يعني هون السؤال أستاذ نعيم، هل العيد يرتبط بجغرافية معينة أو ببيئة معينة؟ أكيد لا. أكيد لا يرتبط بجغرافية معينة ولا مكان ولا زمانية معينة. لماذا؟ لأن الجغرافيا المكانية تحدد علاقات أو تقاليد معينة لا تخرج خارج ماذا؟ خارج إطار العام للفرح نهائيا. والزمانية تحدثنا أن الماضي في العيد صحيح. في الماضي لا يختلف عن العيد في الحاضر، ولن يختلف عن العيد في المستقبل، لكن تختلف الأدوات. بالعودة إلى موضوع الأسرة أو التلفزيون، كيف استطاع التلفزيون السوري توثيق الحكاية الشعبية عبر ماذا؟ تحضير الأم لهذه المناسبة للعيد. أن الأم تنهمك جدا جدا، والأم لماذا؟ الأم التي هي كتلة من الحنان، يعني رحم، خرجنا من رحم الأم، الرحم، الرحمة، المحبة، الحبل السري الذي لا ينقطع. هذا الحبل المادي اللي قطعه الطبيب هذا لا ينقطع في الحياة. صحيح. هذا طبيا ينقطع، ولكنه في الحياة لا ينقطع نهائيا. تصر الأم على ماذا؟ أن الأبناء سيأتون ويسعدون إذا تذوقوا من صنع يدي. تمام. هذه الحالة، هذه الحميمية. أنا أقول أستاذي لارا وأستاذي رين، الجميل في ما تصنعه الأم في ليلة العيد أو ما قبل العيد ليس فيما تعجنه وما تصنعه حقيقة، لكن بأي ماء تعجنه، بأي ماء تصنعه. نعم، هي تصنعه وتعجنه بماء المحبة. نعم. صحيح. لذلك نرى أن بكثير محلات أستاذي لارا أستاذي ريم بتشوفي مثلا الأبناء أو الأحفاد أو الزائرين إلى بيت الجدة يتذوقون الطعام ويقولون ما أطيب هذا الكلام، أطيب هذا الطعام، أطيب من السوق، أطيب. هم ليش؟ وحقيقة أن معجون بمحبة. صحيح. معجون بمحبة، هذه المحبة التي تترجمها ماذا؟ أدوات العيد. أدوات العيد. صحيح. نعم. طبعا يعني أستاذ نعيم، مهما تحدثنا عن الفرح والأعياد ربما يطول الحديث، ربما هي صلة كاملة متكاملة من العلاقات، من المحبة، من الأدوات اللي ممكن نحن نربطها كلها بطريقة واحدة، نستذكر الماضي، نحضره بطريقة صحيحة بالوقت الحاضر لحتى نحن فعلا يكون معنا سلاح قوي من الفرح والمحبة للمستقبل. بنهاية حوارنا أستاذ نعيم، أهم رسائل ترسلها اليوم لكل الأشخاص اللي هن مقبلين على توديع عام واستقبال عام جديد، شو بتحب تقلهم؟ طبعا راح انطلق من امرين اساسيين، امر وظيفي وامر حياتي. الامر الوظيفي، انا كوني اعمل في ميدان التربيه والتدريس والتعليم، ارجو لابنائي الطلاب عام جديد وعام مليء بالفرح وبالتقديم امتحانات جيده ومرضيه لهم ولاهليهم ولزويهم حقيقه. والحياه والامر الاخر هو المجتمعي، وكوني انا انتسب الى اتحاد الكتاب، ارجو الفرح والسعاده للجميع، وان نعمل على تجاوز كل منغصات الحياة. ويجب أن نتطلع إلى أن الطير يعلم أن هناك صائدا يترقبه، لكنه يطير في الفضاء ولا يكترث لبندقيته، بل يتحداها، ليس يتحداها بالمعنى القوة، يتحداها بالمعنى المحبة بالخير. هو يطير ليضيف إلى السماء لو شيء جديد، هو يطير ليجعل السماء أجمل، يطير لكي يعلمني أن الحياة هي للقادم وليست للراحل.
جميل هذا الكلام أستاذ نعيم، يعني ومن فحوى كلامك نحن بإرادتنا وبقرارنا الذاتي فينا نحن نصنع الفرح ونعيش كل تفاصيله مهما كانت صغيرة. لهيك هي دعوة لكل الناس اللي عم بيتابعونا أنه عيشوا الفرح، لأنه من خلال هيدي الفرح، هيدي الفرح بيعطي طاقة أنه فعلا نستمر ببداية سنة جديدة بحياة جديدة ونجاحات جديدة وانتصارات جديدة، وأكيد من خلال أشخاص مثل ما وجودك أستاذ نعيم عطى نوع من المحبة والدفء صحيح. هذا النسيج، هذا النسيج المحبة اللي دائما نحن بنعول عليه بالمجتمع السوري، انه نتيجة التكافل الاجتماعي اللي دائما بنسعى انه ننشر السعادة والفرح بهيدا المحيط. اهلا وسهلا فيك استاذ نعيم علي مياه، كاتب وشاعر وعضو باتحاد كتاب العرب، اهلا وسهلا فيك. شكرا وكل عام وانتم بخير. شكرا لك، كل عام وانت بخير، ان شاء الله امانك وامان جميع قيد التحقيق يا رب. شكرا لك.